أهلا وسهلا أهلا وسهلا. والموضوع مثل كل موضوع بقلب كل إنسان موجوع في سؤال، أو الكون مين المعلم؟ أولادنا، شبابنا، بناتنا، حتى أنتو أنا، كتار منا بيروح على الهند ما بيرجع. شو السبب؟ عم بفتشوا على معلم. وين المعلم؟ لوين بدنا نروح؟ رحنا عند الأول يا مريم كذاب، والتاني منافي، وهيدا دجال، وهيدا معقول. حق رح نحكي اليوم كيف منختار المختار. كيف بدي أعرف الجوهرجة من المقلعجة؟ تتذكروا في قصة صارت بالهند بقرية اسمها كوهينور في مقلعجة؟ هون نهار من المقلع اللي عنده جيب حجر، طلع حجر حلو كتير، ما عرف شو يعمل فيه، قال بياخده لأولادي بيلعبوا فيه. دايما البي والأم بيفكروا باللعبة للأولاد. اجى على البيت وعطى الحجر لمرته. ليش جايب الحجر؟ قال بيلعبوا فيه الأولاد. قالت له بس حلو، لعبوا فيه الأولاد مثل كل الأولاد. يوم اثنين ثلاثة ضجروا، قامت الأم لقيته حلو ما فيها ترمي الحجر، سكرت هيك الشباك فيه، يعني فتحت الشباك وحطت الحجر. سند. مرقت ايام واسابيع واشهر، وبيمرق من حد هالبيت وحد الشباك جوهرجي، بفوت بيعمل لهم زيارة، بيحكي مع صاحب البيت وهالمقلعجي. بيجي تاني يوم تالت يوم بيعمل زيارة وبيحبه، وبيصير هالمقلعجة مريد لهالمرشد. وجا وقت بيع المقلع، عطى المصريات لمرته وقال لأ أنا رايح لعند هالمرشد. هيدا رجل مش من ديننا، هيدا مسلم، نحن هندوس. هيدا قال لا لا نحن هندوس ولا هو مسلم، هيدا موحد وعنده علوم من الله. ما بعرف ليش قلبي هيك. مشي معه، وهي شافت جوزها بهالوقت صار رجل أفضل معه ومع الأولاد، وفاتت البركة على البيت من هالرجال، ما عرفت شو بدها تعمل. قال لها هالبيت أنت موجودة وأنت ملكي بهالبيت، هيدا حق الأرض، وأنا بس أرجع بشوفك أنت وهالولاد وبأمان الله. غاب 12 سنة، كبروا هالولاد بغياب بيهم وأمهم، لأن الأم هلأ موجودة ومش موجودة، وهالرجال وين راح؟ وإجا جوزها قال شو رح تعمل؟ قال لها رحت أتعلم، قلت لك حتى أكون جوهرجة. شو عملت؟ أخذ هالحجرة. 12 سنة مين خليها؟ رصدها الجوهرجة، ما خليها تنباع ولا خليها تنرمى ولا حدا أخذها. ربي حصنة أخذها صقلها وقدمها للهند، لرئيس الهند، هيك مجانا للهند. نعم. قال له أنت فقير، ما حكي. قال له شو هي الجوهرة اللي فيك اللي خلتك بفقرك المادي تقدم الثروة للهند؟ قال له يا ريت فيني أعطيك الجوهرة. مين الجوهرج اللي عملك؟ قال له الشيخ. في كتير عندنا مشايخ هون، هو ما شيخ بس هيدا شيخ. شو منعمل فيها؟ قال له هاي للهند، اشتريتها إما للملكة إليزابيث. انشهرت منطقة كوهينور، واجوا الامريكان والاوروبيين ويشتروا اراضي على سبيل بده يطلع لهم جواهر، طلع لهم حجار. الجوهرة الحي بالداخل. صار يجوا لعنده، سموه كوهينور. قالوا الجوهرة مش برا، انا بعت حجرة واجا لعندي جوهرجي، علمني كيف أصقل الحجر. أنا عم بصقل الحجر صقلت هالبشر.
شو بدنا نعمل؟ بدكم تتعلموا جوهرجية وتروحوا تقعدوا عند المعلم مش عندي. كيف بدنا نختار معلم؟ المعلم اختاروا لكوهينور. بس كوهينور كان رجل صادق بعمله وبحب عائلته وحبهم أكثر. لما تركهم 12 سنة كان عم بيحفرهم ويجوهرهم، وجع البيت ولاده كبار وبيعرفوه لو ما شافوه أبدا، لأنه كانوا عم بيحبوه من حبتهم لكل شجرة وكل حجرة وكل بشر وكل طير. كان الشيخ عم بيشتغل من خلال كوهينور، وكوهينور لعائلته علموا كيف يسأل الجوهرة الخارجية. كيف نحن بدنا نختار معلم؟ نحن ما بنعرف الله، الله بيعرفنا وبيبعث لنا معلم. انت شو بتشتغل؟ انا بكنس، بجلي، بطبخ، بشتغل بالاعلام، بقعد هون. بقول له انت صاحب الكلمه وصاحب النعمه وانت كل شيء وانا المشيء، وحط الكلمه اللي بتخدم عتمه. انا بفتح تمي بس قلبي موجه الك وإله ولكل هالدنيا. هيدي اول خطوه، والباقي رحله الالف ميل بتبتدي باول خطوه. الصوره بتحكي مليون كلمه. انا ما بعرف المعلم، ما بعرف كيف سحبت المعلم، هو سحبني قال لي تعال. ولكن باول خطوه كانت المرض، المرض يلي ظهر. بس كان في مرض عمره 35 سنه فيي ما كنت اعرف. كنت حس انه في عالم غير هالعالم، سكتي وما تحكي واحكي كلمات انا وصغيره، كلمات كبيره. وهيك تزوجت وطلقت وشفت انه في شيء اهم. بعدين تعلمت ما في شيء اهم، كل عمل مهم يكون عباده. لما اصبت بهالمرض بجسمي وقريت كتاب اسمه زن ماكروبايوتكس، قريته بالانجليزي موجود بالعربي هلا، قريت انه بهالكون في نظام، وهالنظام اسمه ذكر وانثى، وهالكون في كون محكوم اسمه الله. انت شو ما بدك حط الاسم مش مهم، بدي اتبع هالنظام الكوني الطبيعي ابتداء من الجسد. غيري اكلك لجسدك عليك حق. ثالث يوم لقيت في فرق وبلشت صدق، صرت اختبر ما صدق ولا الطبيب ولا رجل الدين ولا الحاكم ولا المحكوم. استفتي قلبي وجسمي ومرضي، وصاروا الناس اللي حوالي يقولوا انت مجنونة، حتى امي وبي وخي واختي وبنتي وكل الناس. ولكن ما قدرت اقنع حدا، بدي اقتنع انا نفسي ثم نفسي ثم نفسي. وتركوني اللي كانوا أصحاب وأحباب، وصار عندي واحد اثنين، وغيرت طريقة حياتي وقالوا إنك جنيتي. هيك بتعيشي على الحصيرة؟ هلأ على الحصيرة، ما بدي شي، هالكتاب وهالحصيرة وهالفخارة وهالفطيرة. وصار عندي أصحاب من هالطريق، نقرأ بالكتاب ونجرب بهالجسد، وكل يوم نبعد عن الأجساد ونقرب إلى المعبد والمسجد والهيكل ونقرب هالكتاب. وصرنا نتعرف على أحباب وأصحاب جديد، وصرت سافر حول العالم، هذا العالم ابرم جسديا خارجيا ولكن اقرب هالكتاب واتكلت على الله. هذا هو الكتاب، نظام الكون. ورحت سكنت في بيت المعلم، أكبر معلم اليوم اعترف في الكون، اسمه ميت شكوشي، عشت معه. الله، ما في مسلم، مسيحي، يهودي، بودي، كريشنا، مريشنا، حكيم، فهيم، ولا العالم عيلة وحدة، كلنا أخوة بالله وكل واحد عنده دور. شو دورك؟ شو عملك؟ عبادة بس. عم بجلي، عم بطبخ، عم كنس، مقهورة، عم ببكي، زعلانة، كل هالأمور فيهم. واجهي الخوف، واجهي المرض، واجهي الفرح، واجهي الحزن بالكتاب. اطلقت كان خير جليس وبعده.
طبعا احضر مؤتمرات ومحاضرات واشترك مع الناس، بس بالنتيجه اوصل على فرشتي وحده ونام. حدي لكتي اخذوا معي. صار كيف الواحد بده عصاية يعكس الأعرج؟ أنا عرجة هالكتاب. وصار عندي عشق وهواية، إذا معي دولار اشتري كتاب، وإذا ما معي استعير. والله قال لي خده، بدك تشتري كتب؟ قلت له بدي وزع 10,000 كتاب بالأمة العربية، هيك هدية صدقة ما بعرف شو بتقول. إجا حق 10,000 كتاب. وفي نهار كنت بلندن وقريت كتاب، يا الله ما عندي خلفية إسلامية أبدا، بس هالكتاب سكن قلبي. وما بقى بدي، شو ما بدي، بدي أكل وأشرب ونام وأقوم وجي الموت. هاد الكتاب إذا هيدا الدين بدي هالدين. وصرت وزع هالكتاب وحقه 17 دولار يمكن وأكثر شوي، بس ما بعرف ليش. بس فوت على المكتبة بالمركز لقي هيك كتب من هالكتاب، يقولوا لي إلك هون مجانا خذيهم وزعيهم. بس هالكتاب غالي، أنا اشتريت كم كتاب؟ لا خذيهم. صاحب المكتبة ما عم بينبيعوا معه ودار النشر قال اللي عم تبيعهم تاخذهم توزعهم. وقف الناس على الطريق، صار يوقفوني ناس بيعرفوا بالدين الإسلامي، يقولوا لي هالكتاب هي سورة الكهف. شو يعني سورة الكهف؟ شو يعني القرآن؟ لا ما بدي لا سورة الكهف ولا القرآن ولا دين، هذا الكتاب حبيتي كتير. التقيت بشخص عراقي قال لي وأنا مثلك لا سورة الكهف ولا القرآن، هذا الكتاب حلو كتير. بس بلش يحكي ضد الإسلام. قال لي طيب ليه بقى نحكي ضده؟ ما بدنا نحكي ضد حدا، ما هذا الكتاب هيك بيقولوا أنا حبيته. يسكت ولا ضد أي شيء. والقصة بتقول كلكم المسلمين بتعرفوها، بيعاملك عاطي العامل منيح، بيعاملك منيح إذا شفت في شيء بيساعده. يا الله بيقول إذا سيدنا موسى ما عنده صبر وسيدنا الخضر طلبوا الحكمة، فإذا هيدا عم بيعلمونا اثنين. قصة حلوة كتير. كتبها ولد عمره 9 سنين، شايفة ما كتبها، اسمها الموجود. إذا أنت موجود الله موجود يخدمك، إذا أنت منك موجود الله موجود ما في يخدمك. وهيك كان الموجود شو ما يقول له الخضر يعمل، ما يسأل، حتى ربي عطاه بركات لهالموجود وصار يشفي المرضى وكذا. شو بتعمل يا موجود عندك هالبركات؟ أنا ما عندي البركات. اسألوا الله. أنا صيد، أنا برقع سجن، أنا بشتغلهم. ولا مرة حكي شو شاف والخضر ومنين البركات وكيف ربي أكرم. ويهرب من الناس ويعيش وحده، بس الكلام اللي يقوله بينه وبين الله، أنت وحدك الموجود وأنت الوجود، أنا لا شيء، أنا المحد وأنت الحد الواحد الأحد. وباللغة الإنجليزية شو هالكتاب؟ صرت وزع للناس. كانت بمركز الميكروبيوتكس إيست ويست سنتر، وعرفنا بدها تجي لعنا الليدي ديانا، وأنا بساعده للمعلم. قال لي بدها تجي هيدي ورح تتزوج الأمير وبدها تكون الملكة بالمستقبل. قلت له أنا عم بقرأ كتاب، ما في عنا إلا هاللحظة، ما منعرف إذا رح توصل لعنا وما منعرف إذا رح تكون مرت الملك. قال لي أنت بك تهتمي بإجرة وقع عن الفرس. تمت فيها بنت صبية وحلوة كتير، وثاني مرة وثالت مرة. بعدين قال لي مريم ما تعطيها الكتاب، انتبهي، don't impose it، مش ما تعطي، ما تفرضي عليها. قلت له I already did it، أنا أعطيتها إياه من قبل ما تحكي، وبس تجي نحكي عن الكتاب. وهيك أعطيتها أكتر. قالت لي هيدا حلو كتير. بعدين سألت مين يلي كتب هالكتاب؟ قالوا لي ما كتبه، حكي. كان عمره 4 سنين حكي، وكان عمره 9 سنين فات على أول مسجد بالهند وقال لا إله إلا الله، واهتز المسجد وقالوا له أنت شيطان، نحن مسلمين وما بتصير معنا هالعلامات وهالإشارات.
انت عمرك 9 سنين؟ قال له لجد خذوه هذا شيطان. قال له ايه انا شيطان؟ I am a divine devil. شيطان مؤمن مقدس. وهيك ابتدى وصار يحكي وما فات مدرسة وصار هو المعلم عندي. ولما نقعدت مع ميت شكوشي اللي هو معلم بحياتي كمان قلت له هيدا ما درسه وليك أكله ما بيأكل بنظام الكون. قال لي كل 50,000 سنة تيجي إنسان هيك exception أنت ما فيك تكوني مثله. معه حق أنا ما بقدر أكون مثله بدي أكون إن شاء الله مثل حالي مريم نور مريم. بس ما بيمنع أني تأثرت كتير ولليوم بحمل كتبه وين ما بروح. قلت له يا الله 10,000 كتاب لقوا شو بدي وزعها في العالم العربي. وإجوا 10,000 كتاب وبالعالم العربي مش مثل اليوم كان صعب توصلوا كتبه خاصة بالسعودية. وربي دخلني على السعودية وكل مرة يفوت معي صناديق من الكتب ووزعه وممنوع كان. هلأ كمان بعده ممنوع ولكن في الانترنت ما في شيء ممنوع. تمنعوا مريم نور ما تفوت جسديا بس ما فيكن تمنعوا كل السعودية ما تفوت على قلبي روحيا. أنا ما فيني أنسى الناس اللي خدموني. يمكن اللي خدمته نسيوا وأكثر من يمكن نسيوا ولكن أنا ما بنسى. معلمي ما بيخليني أنسى عمل المنيح. بتناسى أوقات عمل الشر بس عمل الخير ما بنسي من أي إنسان. سؤال معلم اسمه أوشو أيها المحيط. غير أسماء كتير من رجاء الدين إلى المحيط بس جات يترك جسمه قال أنا ما لي اسم ولا بخلق ولا بموت. زرت هالأرض من هالسنة لهالسنة بس ما تنسوا كل شيء بيموت إلا لا إله إلا الله حي. نعم شو ما بدكن قولوا عنه هو صوفي هو كافر هو ملحد هو كتب ضد فلان ولا مع فلان. عاش التناقضات في القرآن عاش علم الأذان عاش المسيح حكي عن جبران حكي عن مخايل نعيمي ترك بالألوف الألوف الكتب. أول 20 سنة عاش في الهند بس دين لما أمريكا سمعت فيه أوروبا جابوا كل التكنولوجيا وجو حطوها 5 ساعات قدامه شو ما حكي مسجل. كيف حكي هالعلوم وبلغات كتيرة وما فيت مدرسة؟ كرم من الله. بس يجي أي سؤال يفتح قلبه. إذا صدق السائل هلك المسؤول. يقول مش أنا اللي عم بحكي. هيك سيدنا الخضر وهيك الحبيب وهيك المسيح وهيك كل أولياء الله وعلماء وحكماء الله. شو كان المفتاح؟ التأمل. كل واحد منا حبيب الله وكل واحد منا خليفة الله. بس يا ترى عم بعيش هالنعمة وهالمسؤولية؟ ربي عطانا وزع الأرزاق بالفجر بس أنا بدي أعيش مثل فلان وفلان مثل فلان. والزهرة بدها تكون ياسميني والياسميني حبقة والحبقة مريم نور بدها تكون مريم نور إن شاء الله. قدرتي والقادر كل ما قدرته بيقدرك أكتر. كل ما مشيت خطوة بيعطيني تاني خطوة كل ما مشيت أكتر كل ما بيقرب المحيط عن نقطة. هيك مريم نور بقدرة من الله لقيت المعلم. هلأ بكون موجودة مع ناس وهلأ في عمان وبكرة مدري وين مع أي إنسان بعرف إيه أو لا. بحس بقلبي بحكيني بيقول لي مريم كتير منيح بس مش إليك. بقول له صدقت لأني بفتح الكتاب وبقرأ. ما معناته بس أوشو معلمة لا. كل يلي صادقين وأمناء على درب الله
ومن هون تعلمت اتعلم من النملة ومن العصفور ومن الشجرة واللي بيسبني واللي بحبني واللي وتعلمت اللي يا رب حصني انا ضعيفة سو ما بخلي الناس تاخد من طاقتي ما انا ضعيفة اللي خد من الله مش من مريم نوط ما بقدر لما بلتقى بشخص بيقول فيني اعطيكم عندي كل القدرة الالهية بغمض عيوني وبقول مش إلي مثل هالأكل إلي وهالأكل إلي كل مما يليك فإذا في معلم جاهل بيروح لعنده الجاهل وفي عاقل بيروح لعنده العاقل حتى أعرف وينه العاقل بدي أنا أعقل أنا بدي أعقل وأتوكل نادرا وشي بحزني ما قدرت التقيت بحدا عربي بكل العالم في كتير خاصة بالهند بس في الأمة العربية موجودين علماء الأمة العربية عايشين بطريقة مخفية بخافوا أهل الصفاء أهل الصوفية مش المستصوفين أصحاب اللي بيعملوا خوارق لا موجودين ان شاء الله بحب اقعد مع عربي عربي يعني مش امريكي مسلم ولا الماني مسلم ولا بحب حسه هيك اقرب الي من هالارض بس لحد هلا ما التقيت بتشوفوني في عربي عربي اصل سوري يعني وفي واحد تاني من اصل فلسطيني عايشين بامريكا بس روح هيك بشتاق بيحكوني عربي بحسهم هيك من شلوش قلبي بس هون ما التهي في ولكن بنفس المستوى تقريبا في حوار بيني وبينه ولكن مع العالم صاحب الصفاء ما في حوار في صمت بالصمت حتى لو حكي صمته بيدقر ضعفي وجهلي بالعلم بسموها شاكتي أو يعني ناصية بتفتح بحضور هيك معلم إذا ما في معلم ناصيتي بيديك بالسجود بس يضع حصيري على تراب عندي زاوية ببيتي زاوية ذكر بقعد مع أهل الذكر بنذكر مع بعضنا بنقوى لو ما في هالمعلم الكبير جسديا موجود بقلبنا ولكن بنسمع كتير كلمة سلالة بالعربي بأمريكا في كتير بنات وصغار وكبار اسمهم سلالة سليلة انه من سلالة الحكماء والعلماء بس مش كل واحد صادق بدي اعرف المعلم بيقول لي انا من سلالة هالطريقة النقشبندية أو الطريقة المريمية أو العيسوية بدي أكون حذرة ما يكون عندي الإيمان الأعمى من الشكل بقلي واللياقة والنظافة وبدون ما يكون حاطط عطر في عنده هو عطر الذكر وبعرف بالريحة تتعرف بالريحة بيعلمك إياها أول علم بيجيك من سيدنا الخضر هو عنده عطر خاص وإذا أنت حاضر بيعطيك العطر هالعلوم بتاخدوها بالذكر بكتب موجودة اللي بيقرأ إنجليزي يقرأ أوشو ميتشو كوشي لويز هاي كارولين ميس كل كتب النيو إيج خاصة بعمة تفتح مكتبة كل الكتب وفي أكثر من مكتبة فإذا نتمنى ونقول كل المكتبات بالعالم العربي يلي عندها الكتب حطوا إعلاناتكم بالسمارت سوي ومنشوف شفت أنا هون وصادقين والمكتبة بدها تبيع ما بعنيته ما رح تحط غير كتب بس بدنا كل الكتب والموسيقى اللي رح عم تسمعوها هون
كل أنواع موسيقى الصفاء والتأمل والذكر. في بعض الموسيقى الطبيعية، العصافير وصوت الطبيعة، صوت البحر، صوت الصمت. نقدر يكون عنا 30 أو 40 مش أكتر وتسمعوا دعاء. فإذا أنت نختار معلم منا سهل أبدا، بدك تحتار كتير وبدك توقع بالنار. مش هيدا مش هيدا مش هيدا. إذا أنت بتعرف شو بدك روح فتش. يا ما ناس راحت تفتش على معلم ومرة مرق ملك أمير وزير شيخ مهم رايح يفتش على معلم يلي عم بيسوق السيارة، قال له هيدا اللي نايم هون نص الطريق هيدا معلم، قال له هيدا هالعريان هالحافة هاللي طالع ريحة المجوي معلم، نزل له زيح يا مجوي يا مقلعة. قام هالمعلم وضرب كف للملك، ما قدر يجاوبه شو هالقوة. طلع بسيارته قال له وصلني على البيت، وصل على البيت واستنار ورجع الدروش قال له أنا مريد يا درويش. هلأ في منهم المعلمين خاصة بالهند بياخد دور عريان شحات ملك مهراج، بيلعبوا كل الأدوار. هو بيعرفك، أوقات بيضربك، أوقات بينحني بيلمس لك إجريك، أوقات هو يعطيك رغيف خبز وتفاحة واسترجي تطلع بعيونه إذا عندك هالطاقة. أوقات بتشوف شخص شو هيدا حاطت كل شي فيه مجوهرات على راسه وبإيديه بيساعدك بالاستنارة عبر الألماظ اللي بإيديه وعلى راسه، لأن أقوى جوهرة هي الدايموند الألماس. نعم الملك الملك الأغنياء بحطوها، ولكن إذا حط ولي مستنير يسموه جورو يعني عنده طاقة الليل وطاقة النهار الأبيض والأسود، العتمة والنور، من العتمة والنور بينظفك. فإذا ما فيني أقول هيدا ملك مش منيح، شو هالملك عنده كل هالمجوهرات وهالغنى. تذكروا الملك أكبر وبنته، هيدا فقير ومجوي طالع ريحته ما بقدر، هيدا عنده كل اللياقة ومستنير. وهيدا حتى أتعلم كفر وحلل وأحكم، ولكن هالمعلم منه إلي يمكن يكون إلك يلي معلمك مش معلم. بدي اتعلم من عصا تكون إلي بيعلمني اللي بيحبني ويلي بيسبني. هل في واحد بيجي لعنا على البيت وبتقول يا الله شو حديثه حلو وشو مهم ان شاء الله ما يترك البيت، وفي واحد بيجي بيقول انت بدي في الهيدا حطوا له ابره بالمكنسة يقطع عمره شو تقيل الدم، نينيتهم يعلمونا. امتحان يمين ويسار. مرة اجا مريد السيكر باحث، كانوا قالوا له انه هون في معلم هون بعمان. وصل على البيت لقى في واحد عم بينكش وبيزرع، قال له يا مزارع الله معك يا فلاح انا جاي اشوف المعلم هون. قال له ايه لحو هون؟ قال له وين؟ قال له هون. قال له وين؟ قال له هون. قال له هون يعني انت؟ قال له نعم. قال له جاي تضحك علي واحد فلاح الشرشوح مجو قاعد هون؟ قال له ما تبخسني انطرني. نطر بعد شغيل تفضل لعند المعلم، فيت لقى معلم لابس ملك والتاج وقاعد على عرش. قال له يا جلالة المعلم
يا جلالة ملك العلم يا مستنير، أنا كنت جاي لعندك، شفت هالشغيل اللي عندك برا هالمزارع مدعي إنه هو المعلم، أنا عيطت عليه وفيت لجوا وبعت لي الشغيل وجيت لعندك، جاي استنير ناصيتي بيديك. قال له اللي ما بيشوفني بالمزارع ما بيشوفني بالملك، ناصيتك وناصيتي. قال له هيدا انت اللي كنت برا؟ قال له هيدا انت اللي كنت جوا؟ المعلم هو الانسان يلي عم بيفتش، الباحث، السيكر. سيكر بصير سير، ارى بصير اشهد، وهل اشهد مش من جسده؟ فاذا بالنسبه لمريم نور، عندي معلم بشوفه بكل العلماء والانبياء والاغبياء والمدري مين، بس من ضعفي بحب كون عند معلم سريع الجواب. في بعض المعلمين بيقولوا عد 7 سنين على المجلة وبعدين فوت لعندي، ما بقدر، ما نقلي. بس فتحت الكتاب شفت يلي عرفت انه اسمه سورة الكهف، هي معلمة، صرت اقرأ كتبه وبعد بس يحكي عن الطواف بطوف، بس يحكي عن المسيح بشوف، بس يحكي عن عذاب القبر بهرب من البيت، بترك الكتاب بهرب. بقول لي وين هربانه؟ ارجعي. برجع وبتراجع عن الهروب وبفوت. في الحساب بيقول لي مريم تعال الحساب. سو المعلمين عندهم رحمة هيك قهار وجبار، بدنا نتحمل إذا بدنا نعقل ونتوكل. فإذا في معلم لإلي ومعلم لإله، المهم اثنين نروح نفتش يا درويش. وبعدين بتلاقي المعلم بهالطنجرة المجوية، يا الله حفي حفي قلبك بهالبسينة بشحطها وبتفوت طعمية، هاي العصفور حطي له أكل برا، هاي الشحاد وما تعطيه مصاري إذا شفتي إنه بيشرب خمرة، اسألي واسألي عن مرته وولاده، روحي اعملي لهم زيارة، أنا بعطيه وخليه يفل عني، إذا فل عني بده يضل قلبي يعمل لي عني، غلطت، الأقربون إلى الله، قربي إلى الله، بس أنا ماني قريبة. عم تشتغلي على حالك مبلا أقرب منه، وفي أقرب منك، جيبي وخدي معك لعند الأقرب إلى القلب والرب. فإذا اللي عم بيطلب معلم انتبهوا، ما بقى فيه تراجع. بالأول بدكم توقعوا مثل ما وقعت كتير وبعدني هدا ادمي، فكر كل الناس اوادم، عشت 30 سنة بأمريكا ملقت كذاب، قلت كل أمة العرب هيك، وبلشت تعرفت على واحد بلبنان بتحب المسيح وبتحب الإمام علي وبتحب القرآن والإنجيل وكلهم ايه، إذا معي مليون دولار ودولار أعطيه الدولار قبل المليون وما معي شيء، وصل وقت لمعي اكل وما معي وين بدي نام وما عندي بيت والبيت أخذه صاحب الملك، بس أعطيه المصريين مش أقول له بتعطيني منهم شوي مثل الشحال، فيعمر بيت النور بضيعة اسمه معاد، عمر بيت النور وعمر بيته وعمل بير وعمل كل شيء وحطه كله باسمه. جيت قلت له هلأ بيت النور، قال لي لا انت عم بتبشري بالإسلام، ما بدهم اياكي بالضيعة، هيدا البيت إلي مبروك. عرف انه بعرف ناس بيسموهم مهمين، أعطاني البيت وأخذ كل الأرض وأخذ البير وعمر قصر لإله وما عنده أولاد. يا رب
ما أخذ الحلم اللي بقلبي وما تخلي الغلب يغلبني. وهيك قلت لبطرس مبروك، يا ريت فيك تسرق الحق يلي قاعد بهالحق. ورجع الله أكرمني وفتحت تاني بير بالضيعة وعمرت بيت من مال الله والكريم. النهار اللي طلع البير التاني سميناه بير عفات، تسكر بيره نشف، ما قدر يتشكى لأنه ما معه إذن بالبير، تيري فاتحه حرام، وكان يبيع المي وأنا بدي المي ببلش. طلع بير عفات هي اللي ساهمت معنا، المي إن شاء الله عم تنعطى مجانا. والبيت اللي تعمر تاني مرة قعدت فيه رجال ومرته وما برمت ظهري، قلت له ما بدي أعرف شو عم بيصير، إن شاء الله يكون عم بيساعد الناس، وإذا عم بيساعد عم بيساعد نفسه، إذا عم بيأكل حقوق الناس عم بيأكل حقوق نفسه. بس ما عاد عندي أمل إني لاقي قوتي، قلت لا تقطع الأمل. جربت مع تالت شخص، قلت بفتح بيت الصحة، لقيته حرامي أكتر من كل الناس. يا الله بدي افتح بيت مريم نور، هلا بيت النور مريم نور. وسلمت بنت مهمة كتير شفتها، انضمضي لبدك واعملي لبدك، اشتغلت حطيت اساسات عملت مصاري سرقتهم وسافرت. مثل ما صار بمعلمي صار معي، هو بملايين وزليونز الدولارات انا باقل البارات، بس وقفت بالكل. قلت له خلاص مثل ما صار فيك صار فيي، ربي أكرمك بكرامات كتيرة، أكرمني يا رب بأصغر كرامة وأكرم من كل كريم. قال لي خدي يا مريم، لا المال بينفع ولا بيت النور إلا بيتك اللي بقلبك. وهيك هالمعلم بقلبي، وهو بيقول لي المعلم الأكبر فيك وفيي. وصاروا يجوا الناس ومريم نور استلمت تمضي تكون مع أوادم، وصاروا يلبس أوادم كلهم يروحوا من البيت. وفتحت قلبي وعيني قلت له بعات أنت أهل البيت. وهيك إجا جان وإجت ريما وإجت مرال وهاني يلي عم بتشوفون عني وتي في، وإن شاء الله يجوا لهم. كلنا عايشين عيلة وحدة، ما حدا بيتقاضى معاش أو راتب إلا اللي بيخدمه. كلنا من جوع أو كلنا منشبع وكلنا منحتفل، وإذا في سيارة لنا كلنا، وإذا في عمل لنا ومنعلم أول أسبوع من أول شهر، اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة السبت، والله بيرزق الأكل والله بيرزقنا. ويلي بيجوا بيتعلموا بيساهموا $500 بالأسبوع، تروي غدا عشاء العلوم للساعة 9 المساء، 7 لـ 9 في مساهمة منا نحنا $1,000 زيادة. مع الوقت رح زيد لأن المساهمة بتجي من الأخوة حول العالم، رح زيد الناس اللي بتجي تتعلم يدفعوا أكتر، فيصيروا يدفعوا هن 100% من الرسمال الكلفة. شو رح نعمل المال اللي بيبقى؟ بدنا نبني بيت بأي بلد عربي، بيت التأمل، بيت الحق، بيت السلام، أي اسم. ولكن اللي بيعيشوا معنا كل واحد معلمه الله والأنبياء والعلماء والحكماء والأغبياء واللي عنده الجهل. لو ما في إنسان عذبني ماديا وسرق وشال وحط ما وصلت لهاللحظة، كله بإرادة الله رب ضارة النافعة، كله لتكن مشيئتك. طبعا بسامح أكتر كل ما ربي أكرمني أكتر، لأني ضعيفة كل ما ربي أكرمني بقول له أنا رح سامح فلان يا كريم، رح سامح فلان يا كريم. ولكن منا سهلة اشتغل على الناس أغنياء العالم ما بيذكروني بدرهم أو ريال أو دينار، بس إذا اشتغلوا قد ربع ما عطيت أجانب بيعطوني كتير لأنه هذا أجنبي مريم عربي. ولكن الكرم من الله، ما في يكرمني فيه لا ملك ولا أمير ولا حاكم ولا وزير،
ولا شيخ ولا فقيه. كرم الله ما بينحكى بالكلمات ولا بالبارات ولا بالدولارات، ما فيني اقول له شكرا. بقول له كلمة شكرا صغيرة لهالسبب، بدي اخده على محطة الله اسمها سمارت سوي، وين ما في شغل من القلب. اجاهن دعايات وما فيني اقول لكم الفقر المادي بهالمحطة، قالوا لا، لانه هالدعاية منا مهذبة، معهم كل الحق، رفضوا دعاية الدخان لا. والله بده يكرمهم وعم بيكرمهم كرامات داخلية. هلا بعدين بتظهر بالأمة العربية في أوادم وفي كرمة وفي ناس صالحين كتير، كلهم رح يكونوا بخدمة الإصلاح والصلاح والصالح مش الطالح. طبعا محطاتنا الإعلامية تشايفينا شو هي، شي نهار بده يصحى شي واحد عربي مسلم ويقول معقولة عندي هالمحطات بهالانحطاط وهالشباب وهالصبايا، ليكوا شو عم بيعملوا، رح ساعده وينفتح أكتر من محطة إن شاء الله. هالبذرة بدها تصير شجرة. فإذا مين المعلم؟ اللي عنده ألم. أول معلم الألم، وقت اللي الإيد مسكت الألم وكتب فنجان قوة بألم الإنسان من ركوة مريم نور، أو فنجان قوة أو فنجان قهوة ما بدكم، بس فنجان قوة بألم الإنسان من ركوة مريم نور. وقريبا بتشوفوا كتاب على المحطة من قلوبنا بألم آدم وحواء، ما معروف مين كتبه، الله عبر آدم وحواء. طبعا بحط مريم نور جوا تحت لي يكون في حماية، مش كل واحد يقول آدم وحواء تشتروا له كتابه، لا بدنا نحط حماية تينعرف انه من بيت السلام مريم نور. فاذا المعلم الاول هو الألم. بس قد ما في معلمين ما بقدر قلكن شو عم بشوف ناس عم بتتاجر بالحقيقة. أكبر رحمة نزلت محمد خاتم الأنبياء، ادعت النبوءة امرأة وكان لطيف الحاكم والخليفة، تعرفوا القصة. فإذا ننتبه، كلنا عنا كرامات وعنا حكمة وعنا العلوم وعنا، بس ما فينا ندعي إنه أنا عندي كل العلوم، أنا المعلم وأنا بشفيك والحقني، أنا شفيت وعملت وعملت وعملت. لو قلت أنا ما تقولها بالأنا، اسمعي بس، الإيجو أنا الاستكبار بتكون بخدمة الأنا الكبير. ما تخاف تقول أنا استغفر الله استغفر الله، لا لا تخاف منها، ربي سمح لي فيها، بس أنا مريم نور بخدمة أنا النور. بدي عيط للتاني، بدي اسم، شو بقول له؟ ها بس الاسماء منا استكبار، وانا منا استكبار. اذا ما في نيه الاستكبار، اوقات منقول مليون مره استغفر الله من كلمه انا وبيكون فيها استكبار. المهم النوايا، صفي النيه ونام بالبريه، حكمت فعدلت فامنت فنمت. سيدنا عمر اللي كان عنده حكم ظالم في الحق، ما معناته كل ما واحد حكم بالعدل ها ظالم. نعم خلي يكون في عدل، سيف الفاروق بيضل عدل الإنسان وعدل هالدنيا، مش مثل عدل الآخرة والحساب هونيك، هون خليني أدفعه. فإذا بحاجة لمعلم، أنا بحاجة لمعلم بكل ألم. كلنا نحن وصغار مين علمنا المشي؟ الماما والبابا، بعدين المعلم علمنا، بعدين بالجامعة تعلمنا، بعدين الحياة عطول نحن بحاجة لمعلم. قال له لا تعلمه، الدهر بيعلمه. الدهر يعني الممر إلى المقر. بس في كتير انتبهوا، بدنا ننتبه
عندنا كثير منهم بلبنان وعم بشوفهم هون. اكتفيت. قال له لقد اكتفيت بالذرتين يا رسول الله. هيدا علم نظام الكون، كارما ودارما، هالذرتين. امبارح عم نحضر فيديو، ان شاء الله محمد رح يحطه هون، عم بيحكي فيه ميت شكوشي كيف برزخان لا يلتقيان، مدري كيف، تعرفوا انتو الكلام، عم بيحكيون. يا الله شو هالسر، ما رح استرجي احكي الا ما ينحط الفيديو ومنترجم بالعربي، وكل المسلمين اللي بيعرفوا بيعرفوا انه هاي حقيقة. شو هالعلوم عند ميت شكوشي، مرة على مدرسة بالتأمل ربي أعطاه الكرامات من هو صغير، يقول لهم أنا بحب أعمل سلام بالعالم ويكون العالم عائلة وحدة، one peaceful world. قال له باي روح تعلم قاضي ومحامي وبعدين قاضي وتطلع مصريات. راح على المدرسة وتعلم international law، جيب للشهادي لبيه. قال له أنا ما بدي هيك. قال له شو بدها؟ قال له ليش أمريكا ضربتنا باليابان؟ ليه عم بيصير في حرب؟ لازم ناخد زهور على أمريكا ونقول له إن إحنا عائلة وحدة، هودي أعدائنا. بعدين قالوا له في واحد مثلك مجنون كاتب الحكومة الكونية، الحكومة العالمية. راح لعنده أوضة هو عايش فيها بيحكيها. لا فات ميت شو، لقى في شوية رجال ونسوان عم بيعلكوا يمضوا، جابوا له صحن رز مضغ، استحى أول يوم مضغ رز، راح اجى ثاني يوم مضغ، ثلاثة أربعة خمسة، المضغ ثم المضغ ثم المضغ ثم المضغ. ما عنده خلفية دينية إسلامية غيرها، بس عنده خلفية كونية. صار كل ما يمضغ رز وأعشاب زهورات يعني شاي اسمه بانشا، يلا يلا يلا. المعلم فوق بالأوضة قال لهم في واحد اسمه ميتشو خليه يجي لعندي. قالوا له المعلم بدك؟ قال لهم شافني؟ ليش وينه؟ قال له ايه شافك، شافك بقلبه مش بالحجار واخترق. قال له هيدي 10 دولارات، هيدي تيكت بالباخرة، روح غير أمريكا. أكيد ميتشو شاف أسرار وربي عطل كشف وكرامات من جوج أوشاوا، ضب شنته وراح. وصل على نيويورك 30 يوم عم بياكل رز بهالسفينة. وصل على نيويورك وصار يشتغل بمطعم في هون وهون، بس معه رسالة بقلبه. واليوم من بعد 60 سنة بوش بيبعت وراه تقريبا دايما بيقول له You are the living Christ. أمريكا بتعرف إنه هذا هو المسيح الحي، living Christ، المسيح. أنتوا مثلي، أنا جيت لأنك أنت مسيح، كلنا ممسوحين بروح الله. بس مين عم بيسمع له؟ بوش بده يسمع، بوش خايف، بيقول له معك حق. بس كيف بدنا نحن نشيل الأسلحة والدمار؟ ما بيجوا الإرهابيين العرب؟ قال له لا، أنت رحت على العراق ومنك عامل سلام بقلبك، مش ببيتك ومرتك وولادك، كيف بدك تعمل سلام بالعراق؟ عود وعمل سلام هون ومد إيدك لشارون، ومدوا إيدكم للهند بتتعلموا العلوم، ولليابان ولكل العالم. One peaceful world، هذا الكتاب، عالم واحد في السلام، ادخلوا في السلم كافة. وعطى peaceful مكتوب بالعربي ادخلوا في السلم كافة، ومكتوب باللغة الأمريكية بلغة الهنود الحمر اللي قشطناهم أرضهم، ومطرح ما مكتوب قال له حط اللغة اللي بتريدها، بس كلنا بنحكي بالسلام. قال له أنا بحب تكون معلمة. قال له أول معلم مستر بوش أنت، بدك تحس بالألم، بدك تشوف اللي عم تقتله هيدا نفسك وولدك وحفيدك. فإذا كل شيء بيعلمنا حتى الدمار والحرب،
اللي عم بصير في العراق ما عم بصدقه بعيوني. كل عرق بقلبي عم بيقول لي مريم انطري، الله أكبر شو راح يصير. ولكن يا حافظ هيدي بما كسبت أيدينا نحن الناس، بعدنا عن الحقيقة جينا على الباطل. فإذا كلنا بحاجة إلى معلم. جورج جورجيف، حضروا الفيديو وحياته، في واحد معلم شافه بمصر من خراسان كانوا يجوا، وهلأ في كتير، قال له بدون معلم بتتعلم قليل، بس بدك معلم تيختصر الطريق. بس المعلم بتكون البركة وسخة بتطلع ما فيك تشوف، بنظفها عيونك جوهرة بنظفهم، بتصير تشوف، بتصير تخترق وما تحترق، بتصير تشوف غلطك وبتتعلم من غلطة غيرك، بتصير تنظف حالك وتغير حالك. ما فيك تغير ولا العالم ولا عائلتك ولا مرتك ولا ابنك، بس انت عم بتغير نفسك. من عرف نفسه عرف ربه، عرفت ربي بربي. ما تخاف من هالعلوم، اليوم موجودة بالكتب، موجودة على الانترنت، موجودة بقلبك. ربي بعث لنا الانترنت حتى يوحد العالم، فيها شر وفيها خير، انت المختار. في محطة وانت المختار بأي محطة بدك تحط هالانحطاط وترتفع وتشيل كل حيط. حيط المبكى عم بيكبر. فإذا نحن بحاجة إلى معلم. بس الألم بده يقول لي، قال له بالآلام، قال له نعم للمرأة بالآلام تلدين، وأنت من الألم نتعلم. هيك بننصهر، بتصير الحجر الماس وبتصير النحاس ذهب نحن. فإذا من أهم الكتب اللي شفتهم بحياتي كيف لاقي المعلم، كتاب لموكتاناندا بيقول ليش في معلمين دجالين. بيقول هيدي غلطتنا نحن اللي بنختار المعلم الدجال، مثل ما بنختار رجال السياسة، سامحوني السياسية، نحن بنختار المعلم الدجال من مثل ما بنختار الرؤساء. نحن بنختار الدجالين مثل ما بنختار حتى رجال الدين. لازم نعرف رجل الدين الصالح من الطالح، من صاحب البدلة يلي ببدلني. لازم أعرف السياسة يلي بيسوس الحمار غير اللي بيسوس الإنسان، لازم يعرف عم بيسوس نفسه قبل ما يكون سيس لإلي. فإذا لازم أعرف الذهب من النحاس، لازم أعرف الكفر من الإيمان. نعم، كلمة المعلم أو جورو أو ماستر أو سيد هي الضمير الموحد بالنعمة الموجودة بكل إنسان. نحن مننغش ومنقول هيدا من سلالة هالطريق أو من سلالة النبي، ما بعرف إذا حقيقة، يمكن ضاعت السلسلة وتفكفكي. منتكل على الأمجاد، منبهدل الأجداد والأحفاد، مثل اللي بيطلع بالترين بس ما معه تيكت، بيطلع بالترين ما بيعرف يسوقه، كيف بده يوصلنا؟ بيطلع بالترين حرامة، كيف بده يقعد حد؟ فإذا بدي انتبه، مين المعلم؟ عند مين بدي روح؟ بدي اشتغل على حالي. كاد المعلم أن يكون رسول. يا الله، في كتير من المعلمين بيكتبوا كتب وبتندهشوا بكتبهم وبتقولوا يا الله شو هالكتاب المهم نقلوا من هون لهون، بس لما بتقعد حده وما عنده اللمس الإنسانية، ما عنده النظرة الشافية، ما عنده الرؤية، بتشوفوه من الشكل
عنده كتاب بس هيتو دجال بدو تألحقه انتبهوا منهم. نعم في معلمين عندهم سلطة وسلطان عليك صير تلحقه انت مسحور فيه عنده السحر وعنده الشعوذة وشفت منهم. وفي معلمين قديسين ولو كانوا أموات جسديا عندهم الكرامات. بلبنان في كتير مقامات القديس الحردين والقديس شربل والقديس تقلة والقديس تريزا ومقامات كتيرة لكل الطوائف وكل الديانات. وبسوريا شامونة مباركة كل هيدي شامونة. بالأردن أنا بس أقول الأردن يا الله بتذكر أمي بس ترتل باعتمادك يا ربي نهر الأردن. من هون مرق النبي يحيى ومن هون مرق المسيح من هون مرق الحبيب كتير مرقوا قديسين. ومن لبنان ومن سوريا كل هالبلاد الشام مباركة شامنا. يا الله بيقول الإنسان يلي بس بيحب لنفسه وبيحب لعدوه مثل ما بيحب لنفسه ما بده معلم. الحب هو المعلم. ولكن مع الطريق انت وماشي ربي بيبعت لك كتير يعلموك. يمكن نملة يمكن الفراشة يمكن صوت طفل يمكن مقام مرأت من حد ونورك وانت معرفت. ولكن طلب نقول له يا رب اذا بدك تعطيني الاستنارة والكرامات ما تخليني اعرف احلم استكبر. خلي هالاستنارة والكرامات تطلع مني ومنكم بدون ما نعرف. ما نكون نقول يا الله انا عندي قوة الشفاء. لا استخدمنا يا الله مثل ما بتستخدم الحجر والبشر والشجر والطير. كل واحد منا يكون عنده كتب. والكتاب بالنسبة إلي أنا جليس بصير يخبرني وبتعلم. ولما بقرأ كتاب ما فيني أعطي لحدا قد ما بشحط عليه كأنه قلبي هون سطره بصير بدي جيب غيره جديد. بيقول ما قلنا غيرك ملجأ أنت الملجأ الوحيد. ولكن تأوصل ما فيني أوصل إلى الله. سيدنا موسى قال له اخلع نعالك لتراني في ديماركيشن ما فينا بس بوصل إلى المعلم. نعم ومن هالمعلم بصير بتعلم من كل معلم. قبل ما يخلص الوقت بدي خبركم وقت اللي قال له حسان شو علمك يا حسان؟ قال لهم الحرامي اللي نمت ببيته وما حدا نيمني غيره. وقال له توفقت اليوم؟ قال له ما توفقت. هيدا البيت اللي سرقته مرة فقيرة ما عنده شيء. بكرة بدي أخذ الأكل بس بكرة الله بيوفقني وبيحط غني وبسره. يقول حسان بس أضعف بإيمان بقول الحرامي ما ضعف كيف أنا بدي أضعف. فإذا ننتبه كلنا منتعلم ومنقول يا رب قوينا حتى تكون ناصيتي بيديك. هالناصية بعد المعلمين بحطوا ايدهم هون مثل المعمودية بالمسيحية بتفتح الطاقة. بس مش كل واحد راح تعمد فتحت الطاقة. مش كل واحد بيقول ناصيتي. مش كل واحد بيقول لا إله إلا الله. مش كل واحد حج. والله ما حج إلا ناقتي وأنا وإعرابي من البصرة. إن شاء الله نكون على هالطريق بصحة وبصحوة بصحوة البصر والبصيرة. مع السلامة وبشكركم.